واحدة بتقول واحد شماس لا واحد مش واحدة واحدة بيقول خطبت اكتر من 7 مرات ومش بيحصل نصيب بدون اي سبب، هل ممكن يكون ده عمل عاملينه زي ما بيقولوا الناس رغم اني شماس وخادم وبتنور؟ انا لا اثق بالاعمال دي ابدا، لان ربنا لا يترك الخطاه يتصرفون في الاخرين ويضروهم. ده الآية اللي في المزمور بتقول الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لأن لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. فربنا لمد الشيطان ولا الناس الأشرار أي فرصة للإضرار بالآخرين، فلا تثق حكاية الأعمال. هو بس ربما أنت خطبت 7 مرات وفكيت عشان ما فيش ولا مرة فكرت تفكير كويس دقيق قبل ما تخطب. فالحاجات اللي بتيجي طياري بتروح طياري. على رأي واحد قال لي بيسأل لماذا يحدث الطلاق لأتفه الأسباب، فكانت الجواب كان الجواب لأن الزواج بيحدث لأتفه الأسباب وميحدث ان فيه طلاق. لكن لو كانت الحكاية دعاء وبرزانة وفحص قبل ما الواحد يخطب وقبل ما يشبك واحدة يتأكد يبقى مش هيحصل انه يفك خطوبة. لكن الحاجات السريعة دي عرضة للفك. ودي بتفكرني بان في بعض ناس يجوا من امريكا علشان يتجوزوا من مصر كويس يتجوزوا، لكن يقول لك انا ما عنديش اجازه غير اسبوع او 10 ايام ولازم في الوقت ده يتجوز. ده ولا سن الرده، يعني ما فيش حسن انتقاء، ما فيش اختبار مظبوط. او الناس مثلا اللي بيخطبوا عن طريق الانترنت ده يطلع ايه ده، او بالتليفون، يعني حاجات طياري فتزول بسرعه. نرجو في مسائل الزواج والخطوبة ان الواحد يتأكد كويس خالص 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 ويطمئن قبل ما يخطب وقبل ما يشبك الناس.